صباح الخير. لو انت من المرفهين اللي زي حالاتي، سعيد نفسيا، مستقر عاطفيا، مرتاح ماديا، يبقى الفيديو ده ليه. لا استنى يا عزيز الكحيان، رايح فين؟ مش وقت انتحار خالص. تعال اقول لك تروق على نفسك ازاي في برنامج من موقعي هذا. صباح الخير. النهاردة قمت من النوم لقيت نفسي فاضي كالعادة، استغربت. اصل انا بقالي فترة كبيرة فاضي، بس عمري ما قررت قرار زي ده. قرار ايه؟ تمالك. لا ما تزعلش عزيزي كحيان، تعال. القرار كان اني اتفرج على التلفزيون. ايوه زي ما انت سمعت كده، بتاع المربع دوت اللي بقى مستطيل ورفيع كده ده. وان جيت للحق من ساعة البومبي اللي ورا دوت اللي كان بيقعد فيه الممثلين ده ما اتشال، والموضوع بقى ماسخ قوي. كنت تفتحه وانت عارف ان الممثلين قاعدين مستنينك تفتح، لكن دلوقتي تفتح تاخد في وشك رنين 10 سنين، حاجه يعني تقطع القلب. المهم انا مش هتكلم في الاعلانات عشان انت عزيز الكحيان اكيد مهري منها يعني. انا هحكي لك عن اللي انا لاحظته. شفت حمو بيكا نجم اعلانات، وكل ما احول على قناه الاقي اعلان غير التاني. قعدت احول في القنوات عشان اشوف ممثلين او ممثلات او فيلم او مسلسل، لقيت نفس الممثل اللي بيمثل هنا هو اللي بيمثل هنا، نفس الممثلة اللي بتمثل في المسلسل ده هي اللي بتمثل في المسلسل ده. اكتشفت ان في ممثلين بتمثل 4 اعمال في السنة الواحدة. لا هينفع. وزيهم طبعا مخرجين ومؤلفين. فاطنة قالت لي ان في شركة اسمها المتحدة هي بقت المسؤولة عن الفن في مصر، وهي اللي تقول مين يشتغل ومين لا. سألت فاطنة قالت لي فاطنة مين؟ دي البيست فريند بتاعتي، عايشة معايا هنا لوحدها. اي جت اهي، تعالي يا فاطمه. عزيزي الكحيان دماغك ما تروحش بعيد، وصف النيه. خلاص روح انت يا فاطمه. طب خلينا نقول ان الشركه مش واخده بالها من الناس دي او مش فاكراهم، ونقول لهم الاسامي يمكن يفتكروهم. ورقه وقلم يا استاذ متحده، واكتب ورايا. احمد عيد، نشوى مصطفى، مها احمد، مجدي كامل، احمد عزب، ياسر فرج، كمال ابو ريا، احمد عبد العزيز، حنان شاوي، وفي غيرهم كتير طبعا. ممكن افضل اقول اسامي لحد الصبح. ده غير عدد لا باس به من المخرجين والمؤلفين اللي تربينا على عمله. شفت، كنت هنسى. المخرج احمد حبيب. مين احمد حبيب؟ ده حضرتك واضح انك مش كحيان بس، ده انت كحيان وجاهل. روح كمل اعلان شارع عبد العزيز ولا الجزء الثاني من لولو. روح. بس استنى قبل ما تروح، روح اشترك في القناة عشان انا بقالي كتير قاعد في البيت، او اعمل لي شير للمتحدة يمكن يجيلي شغل. وما تنساش اكتب في الكومنتات تحت اسامي المخرجين والمؤلفين والممثلين اللي بقالك كتير ما شفتهمش، يمكن المتحدة تفتكرهم. تصبحوا على خير.